مسؤولين من وزارة التجهيز كنا تحدثنا على طريقة التصرف في المياه العمرانية، وكانت النصيحة إن نرجعوا للماجل هكيك نجموا نستحفظوا على مياه الأمطار. من تفاعلاتكم أنتم مستمعينا أنكم كتبتوا كيفاش إذا أنا نحب نعمل ماجل في داري، وفما مستمعة قالت نمشيت يقالوا لي يلزمك ترهن دارك. نحن حبينا نرجعوا ديما للمصدر ونفهموا علاش وكيفاش كيفاش نجمو نعملو ماجل أك عليه. بعد لحظات نستقبلو سينجي بسنوسي المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان. وقتاش وكيفاش؟ مرحبا بيك سينجي، بيومك سعيد. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم ونهاركم سعيد ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية. الله يخليك، مرحبا بك أنت زيدا. نحن سؤالنا ليك سينجي اليوم، المواطن التونسي إذا حب يعمل ماجل في داره كيفاش يعمل؟ أولا قبل كل شيء هو هذا مجهود من وزارة التجهيز، يعني اللي معناها أحد تتخطى التمويل هذايا بطبيعة الحال ومعناها نجم نقول برنامج الحكومة وزارة المالية، كل الناس معناها متدخلين في هذا نظرا للخصوصية اللي تمر بها بلادنا، الشح المائي، التغيرات المناخية. احنا نشوفوا حتى معناها نسب الأمطار كيفاش أنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي لابد من معناها العمل على معناها استيعاب و معناها تخزين كافة الإمكانيات المائية المتوفرة في كيفاش نتعاونوا الناس الكل مش ما نضيعوا حتى قطرة ماء. كيفاش نتعاونوا الناس الكل؟ ألور هي معناها مبادرة وتنجم تقول معناها بداية خطة كيفاش نشجعوا المواطن التونسي اللي عنده المسكن متاعه كيفاش أنه يجمع مياه الأمطار بخليها تمشي في القنوات وتمشي في الهواء كما يقولوا فيها، دونك من خلال انجاز ماجن في المسكن نتاعو. بطبيعة الحال يلزم يكون الارض المبنية عليها المسكن نتاعو قابلة انها ينجز فيها الماجن. دونك شو معناها قابلة؟ قابلة يعني ثم هناك مساحة محددة يعني من الارض اللي ممكن ان تنجز فيها الماجن نتاعك، وتكون معناها بطبيعة الحال معناها غير مخالفة للتراتيب العمرانية ولا يمكن ان تضر الغير. دونك وبالتالي هذاك علاش احنا قلنا في الاجراءات اللي يقدمها المواطن اللي راغب في الحصول على قرض لبناء المجن هذايا انه معناها ثم ملف فني يقدمه للاداره الجهويه للتجهيز والاسكان بمختلف الولايات. احنا عندنا معناها اداره جهويه بكافه ولايه، دونك هذيك تدرسوا السبيسيفيسيتي تكنيك معناها المشروع هذايا يخرج عينه الارض المصالح نتاعنا ويعطوه الموافقه معناها ثم امكانيه لانجاز المجن هذايا. باهي، الملف شنو نحضروا فيه؟ انا مواطنه نحب نعمل المجن هذايا في داري، شنو نحضر كاوراق قبل ما نمشي للوزاره نتاع التجهيز؟ الأوراق هو ساق من كل شيء، حتى نحطوا ربما الموضوع كله في إطاره أنه تم معناها تخصيص معناها 2 مليون دينار لفائدة إنجاز لتمكين المواطنين من تمويل إنجاز المجال نتاعهم. الخط التمويل هذا اللي يمكن المواطن التونسي بالحصول على قرض في حدود 20 ألف دينار تسدد على 7 سنوات بدون فايدة. 20 مليون معناها ينجم ياخذ كقرض ويرجعوا من غير فايدة من غير ديزانتيغي بدون فايدة على 7 سنوات. على 7 سنوات بطبيعة الحال هذا كله دونك معناها باش نتشجع المواطن انه يقبل على الموضوع هذا. دونك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية انه لابد من انه يحضر كما قلنا هالملف الفني، معناها ملف معناها ماهوش ما دراسه فنيه معمقه، جوست ملف فني يحطوا فيه مثلا ان بلان، يحطوا فيه موقع العقار ومعناها ديسكريبسيون سومير نتاع البناء كيفاش باش يكون، السياعه نتاع المجن هذاك على خاطر على ضوء السياعه نتاع المجن هذاك ولا كونتيتي دو ماتيريو اللي مش يستعملهم يتم تحديد معناها القرض ولا كلفه المجن الذي سيتم انجازه. فما مساحه معناها دنيا وقصوى المينيموم كذا ماكسيموم ولا لا ما فماش؟ هو كما قلت لك على حسب معناها الـ الارض اللي ممكن انك تنجز، كيما تنجز
معناها سعة 5 متر مكعب كما تنجم تنجز ماجد بسعة 10 متر مكعب كما تنجز ماجن آخر معناها حسب لا كونفيغوراسيون تاع الأرض اللي عندك وعلى حسب الإمكانيات الموجودة. فهمتك، يحط الملف نتاعو ومن بعد قداش يستنى؟ لا لا ما يستناش، هذايا في احنا عاطينهم معناها الوزارة عطات انستركسيون باش انه يتم التسريع في الطلبات هذيك في من إطارات في إطار الإدارة الجهوية نتاعنا، من فوا الملف يكون مستكمل يتم المعاينة ويتم البت في الطلب نتاعه فنيا. نحكي لك احنا في وزارة التجهيز هي معناها البت فنيا في إمكانية إنجاز الماجن فك الأرض هذيك. يلزم يكون فما ضمان سي نجيب كما قالت المستمعة. احنا هنا حكينا من الناحية الفنية انه الملف هذاك معناها باش ينجم يقدم الملف القرض نتاعو لابد ان يكون هناك مصادقه فنيه من المسارح الجهويه نتاع وزاره التجهيز. هذه معناها اجراء معناها ما هوش معقد ومعناها قابل للتنفيذ بكل معناها ما فيش اشكال يعني. ثم بعد ذلك المواطن بطبيعه الحال مش يمشي لبنك الاسكان على اساس انه احنا الاتفاقيه هذه تم امضائها مع بنك الاسكان اللي هو يتصرف في العديد من الموارد الاخرى اللي ترجع بالنظر الى الدوله. دونك يمشي يقدم الملف نتاعو كملف قرض بطبيعه الحال، مش يحط الدراسه الفنيه والموافقه الفنيه هذيك، ثم يقدم هو وثائقه الشخصيه يعني باش يشوف الدخل نتاعو يمكنه باش ياخذ القرض ولا معناها قداش عنده معناها التزامات معناها ماليه مع البنكه في السابق، معناها السالير نتاعو يخول له ولا ما يخولوش ياخذ القرض هذاك. دونك ثم دراسه ماليه تقوم بها بطبيعه الحال بنك الاسكان وتقول لي انت ربما ثمره هنا ولا ما ثماش، خاطر انت توا انت مش تاخذ ان كريدي على 7 سنوات اللي معناها لابد من هناك ضمان، ممكن مش ترهن الدار الكل، انت مش ترهن اكل المونتون نتاع الماجن هذاك في ضمان معمول به في كافه العمليات العقاريه والماليه. معناها فهمتك. حبينا نوضحوا النقطه هذه خاطر جات فيها تساؤلات اك عليه رجعني لك سي نجيب باش ناخذوا منك التفاصيل. قد يكون المستمع هذه ما عندهش مثلا شهريه قاره والا روتريتي هي ولا حاجه، فيلزم يكون عندها ضمان مش نجم تاخذ ال 20 مليون اللي خصتها الدوله كتشجيع على انشاء المواجهه هذوما على 7 سنين وما غير فوائد بالنسبه للمده ما بين وضع الملف والحصول على الموافقه. يقول سي نجيب اللي هي مش طويله لانه دراسه الملف يكون من الناحيه الفنيه التقنيه، ومن بعد فيما يتعلق بالقرض وغيره. قالت مدام ليلى الوسليتي قالت ترى الكوجينه مثلا ما نعرفش حسب عاده هي شنو الماجن اللي مش تعملوا قداش كبروا. فما مستمعه اخرى مدام سونيا قالت نحن عندنا ماجن في الدار كيفاش نجدد المياه اللي فيه. هذا يظهر لي سي نجيب ما ينجمش يجاوبنا عليها. لا ما يدخلش هذا يا خضرات، هذا ما ينجمش يجاوبنا عليها. لبناء ماجن معناها انجاز ماجن من دعاء ازاد يعني. واضح بطبيعه الحال باهي. نحن نحيوك برشا، نتمنى لك يوم سعيد سي نجيب السنوسي المدير عام للاسكان بوزاره التجهيز والاسكان. نجوى الطالبي هنية مش تقدم لكم بعد لحظات المستجدات الرياضيه، ثم عنا موجز اخبار في 8 وبعد 8 نرجعوا مش نستقبلوا ضيف الماتينال. حديثنا اليوم في ضيف الماتينال يكون حول وحده النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات في الصحه. سمعتوا بها الوحده هذيا؟ اذا ما سمعتوش بها نحن معاكم انتم مش نحاولوا نعرفوا شنو تعمل، شنو مهامها، كيفاش نجموا ننهضوا بالاستثمارات في مجال الصحه، كيفاش نصدروا الخدمات نتاعنا الصحيه، نتحطوا زاد على السياحه الطبيه في تونس، وشكون الناس اللي تجي لبلادنا مش تداوي، وهل انه عندنا ما يكفي مش نززيو التوانسه واللي جايين من خارج تونس، واسئله اخرين. اذا انتم تحبوا عندكم تسالوا زادة مرحبا بكم، ابقوا معنا في يوم سعيد للتسعه نتاع الصباح. يوم